السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جمهورنا الرياضي مشاهدي الكرام في حصة الرابطة المحترفة. الحديث سيكون عن الجمعية العامة للفاف وأيضا عن الجمعية العامة الخاصة بالرابطة المحترفة لكرة القدم وعن نتائج الجولة 21 للرابطة المحترفة الأولى والجولة 22 للرابطة المحترفة الثانية موبيليس. وللحديث عن هذه النقاط نستضيف معنا في الأستوديو الإعلامي حرحاد مقران. أهلا وسهلا بك أستاذ. السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك وشرفنا الشيخ بحضورك. الله يسلمك وأنا سعيد بوجودي مع عزدين اللي عندي مدة 6 أو 8 أشهر مشتوش، والسلام ثاني على متتبعين قناة نوميديا نيوز إن شاء الله، وأيضا عزدين محلل القناة. أهلا وسهلا بك شخصي. مساء الخير سمير، وإحنا ثاني بدورنا نحيو الأخ مقران اللي هو قبل كل شيء زميل. ما تنساش باللي هذا لاعب كرة قدم ولعب كرة قدم ولعب في الزميل الرياضي ولعب في كرة قدم في مستوى عالي، ماشي قال المستوى قال لتحت ولا لعب مستوى عالي. أنا كنت نبريكولي أنا تاني بدورنا نرحبوا به ورانا مسرورين بوجوده معنا. وكذلك نتحيو كل متتبعي الحصة ومتتبعي الحصة. ومرحبا بك عز الدين وبالأستاذ مقران الذي يشرفنا الحضور معنا في هذه الحصة للحديث كما قلنا البداية عن الجمعية العامة للفاف التي انعقدت صبيحة اليوم بالمركز التقني بسيدي موسى. الجمعية التي عرفت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي الخاص ب الفاف. البداية معك أستاذ فيما يخص هذه الجمعية والتقرير المالي والأدبي الذي عرف مصادقة بالإجماع من كل رؤساء الفرق وأيضا الرابطة الولائية والجهوية. كيف كيف ما حتى الرابطة حتى الحصيلة تاع البارح تاع الرابطة الوطنية يعني فاتت هكذا بسلام. وأنا أقول لك بلي هذه عادة في الجزائر في كرة القدم حتى بعد الجمعية العامة تاع اتحاديات ولا شركات وطنية ولا شركات اقتصادية ولا كيديروا الجمعية العامة جينيرال 95% يفوتوا ديريكت فوتوا ديريكت يعني ما فيهاش برقية في باريد. شغل دوك انت تحكم هذه الورقة هذه انت اللي تسطرها وتبعتها في الفاكس واحد ما يعارضها حتى وين كان فيه خلل يعني مالي او خلل يعني مورال في البيلو مورال وكاع، ولكن ولات عادة ولات عادة سي دوفينو اون ابيتود اون بو با ستادير روجوتي ان بيلون تاع ان بريزيدون اللي تخدم معاه. علاه؟ باسكو كي تروجتيه هو واش يقول لك هو هي نورمالمون تقدر تروجتيه تعلم من الاخطاء. ايه تتعلم من الاخطاء. لا ما يروجتيهش باسكو يخاف لو كان يروجتيه لو بريزيدون هذا ما يترشحش لعهدة ثانية ولا ثالثة كيما يترشح وهذاك وين يروح؟ اللي روجتاه يروح لدارو ما يروحش لدارو هذو يقعدوا في الكرة تاع الجزائر. أنا أدي الحديث عن معك الشيخ عز الدين فيما يخص المقران. واش تكلم المقران والدي الكل يعرفها العام والخاص يعرف باللي احنا انا من اللي نشفى للدنيا هذه مازال ما شفتش وين معرفة. كاين وين كاين البيلون لا فين داني وين كاين البيلون ولا مازال ما شفتش انايا سواء في الأندية او في الاتحاديات ولا ما شفناش قال قرار الناس ما وافقتش عليه. هذه كاين في بعض استثنائيا هكذا انا ما نشفاش سي صارت خطره في وقت كزال وصارت في وقت ديابي، ولكن كيف صارت سي تان كومبلو. علاه؟ باسكو ا مومون دوني الحق ديابي اللي قالهم حان الان الوقت باللي كاين شي ناس نحاسبهم خافوا داروا عليه داروا عليه وطيحوا. هو كان مريض على كل حال في وقت كزال. ثاني نهار نقدر نقول لك نهار لي بوفوار بوبليك عياو من كزال حابين يبدلوا الشخص يديروا له الجمعيه يديروا له الناس اللي تما مقران. انايا بيقول نهار تولي المصالح الشخصيه قال دوك انت على بالك باللي هذا الانسان هذا غدوه مغدوه يدور عليك الور نبدا بك قبل ما تبدا بيا. انا نقول باللي جينيرالمون لو بيلون ولا الحصيله توجور تكون بالموافقه هذا شيء طبيعي وماهوش جديد علينا، لكن نقولوا باللي الناس اللي وافقوا على هذا الشيء
غدوة لازم يشوف غدوة لازم يشوفوهم يكونوا معاه قلبوا رب ماشي في من جهة يتكلموا كلام غير لائق وكلام اللي يضر المسؤول ومن بعد في وجهه تجي تقول له لا أنا معاك هذا شيء. أستاذ نقطة حساسة تحدث عنها عز الدين هذه هي يعني كاين ناس راهي تتحدث من مشاكل كرة القدم وما عندناش تكوين وما عندناش الأموال وما عندناش لاباس تاع كرة القدم، لكن في وقت أنه الجمعية العامة وكان قادر باش يطرح هذا الانشغال أنا موافق ويرفع يده بكلمة نعم. لا هذوك ما تكلموش أو الكل رفع يده وكلمة نعم في وقت هذا الناس كانوا منهم اللي كان لا ما كاش في العهدات تاع روروا واحد ما يهضر لا في العهدات تاع روروا لا ما يهضروش فيها قلت لك ورانا نشاهدوا نقائص مصالح فيها نقائص وكل الأندية راهي فيها مشاكل نقائص هضر عليها الرئيس هو بداته روروا هضر على النقائص يستعرض مرة على مرة يقول لك وي كما هلا كان هذه قال لك ويستاني شك تاع 2013 قال لك سيتاني شك بصح يتما اونغرو يقول لك لا انا العهده ديالي نجحت ولكن لي مومبر دو لاجي هذوك ما يهضروش استاذ العهده تاعو ما يهضروش العهده تاعو ما يهضروش ما يهضروش عز الدين هذوك ما نعلملكش راك عشت معاهم دوك لكن الجمهور يعرف بلوس دو 20 لكن الجمهور انا نقول يعني معاك مقران بصح انا هاد لي مومبر هذوما بيسك على بالك باللي الغلطات انت تستنى دوك الرئيس على باله باللي كاين غلطات ومستعرف بهم، لكن انتوما كاين بعد بالك بعض النقاط اللي لازم تتناقشهم وتطرحهم لانه ليس منتخب وطني فقط، هذه كره قدم جزائريه بكل الاصناف كل منتخبات كل فرق. انا حبيت نقول لك قبيله باللي الفيدراليه الجزائريه لكره القدم ليست فيدراليه الفريق الوطني. نعم هذه اللي نحوسها لا باسكو عندك فرق لا ماشي فرق عندك نعم. عندك استادير ان بروغرام ما فيهش غير الفريق الوطني نعم. فيه تطوير الكره الجزائريه فيه الشبان فيه لي سونتر دو فورماسيون نعم. فيه هذوك الشيء ما شفناهمش ما تشوفهمش علاه ما تشوفهم وكيفاش تشوفهم عليهم كاع ما تشوفهمش وعلاه باسكو حنا هنا خطر حبيت نقول لك حاجه حنا هنا منذ واحد قريب دوك واحد 30 سنه نعم. من وقت الحزب الاول كنا نخدموا بالكرة نديروا فيها شوية سياسة كل بلدان العالم يخدموا بالكرة كي الفريق تاعك يدي كوب دافريك ولا يدي كوب دي موند بيان سور تولي فيها الناس قاعد تفرح البوليتيك يفرح الاخر يفرح سي نورمال تقدر قبل الجزائر يعني بالبلاد كلها قاعد تفرح ولكن في العشر سنوات الاخرين هذو احنا سيسنا بزاف كرة القدم من اجل يعني لابي سوسيال تسمع لابي سوسيال تما بصح بزاف شحال تعيا انت لابي سوسيال هذه شحال تعيا بالفريق الوطني ها هو الخطره هذه خسر وروزمون قال الشعب واعي والشعب يعني كومام يلي ماتور وكاع ما خرجش هذه قال انا نكسر ليكيب ناسيونال كسرت نو هما برك اللي دايرين في عقلهم هاد الحوايج هادو سي بور سا اللي يقول لك باللي البيرو فيدرال كيجيب الرئيس ما يشاورهمش ويجيب لهم مدرب وطني ما كاش واحد يقول له لا هذا ماشي مليح يسكتوه علاه باسكو هما اللي مشاو معاه في البيرو كيف يقول لك انا مشيت معاه في البيرو غدوا نقول له لا هذه النقطه هذه ماشي مليحه ماشي علاه ما يقدروش سي بور سا لي تولي بينو يفوتيو عليهم ميم ولا فيه نقائص كي يقول لك بلي فيه نقائص ويقول له يا سي راه وراك غلطت هنا استادير ميم هو غلط. يقدر الرئيس يقول له انا ما نبهتنيش علاش كنتو ساكتين باسكو كاين ما يحبش هو ثاني ما يحبش الانتقاد اي بان جوستومون نقدر نقول لك باللي هذا السكوت تاعهم في كل عهده تاع راوراو من 2001 حتى 2006 2009 من 13 ل 17 لي تروا ماندو هادو لو سيلونس تاع لاسومبلي جينيرال انا لي انا ان با ستادير ترافاي بوزيتيفمون لا بوزيسيون دو بريزيدون دو لا فيدراسيون قال له يا بارون دو سيرفيس او كونترير تسمى خلاته وحده ممكن يخدم وحده بيان سور يغلط مقران يغلط انا نتسائل دوك انت باش توافق على لو بيلون هذا مورال لي فينونسي تعهد واش بالك المتفرجين والمشاهدين اللي يشوفوا كادي ما يعرفوش انا واحد منين ما لازم نعرفش واش لازم الشروط اللي لازم باش انك توافق على ان بيلون مورال لي فيزيك واش هما الشروط ولا النقاط
اللي لازم يكونوا باش هذا الانسان يوافق على هذا على هذا على هذا الدرجه هذو. يعني الموافقه ما تكونش باش تكون موافقه للزوبجيكتيف للزوبجيكتيف. تا باش توافق تما دير ان اوبجيكتيف. عندك لي زوبجيكتيف في البيرو مورال. وشنو هما لي زوبجيكتيف بيرو مورال؟ في البيرو مورال لا فيولونس باغ اكزومبل ليكيب ناسيونال لي ريزولتا تاعها لي بارتيسيباسيون تاع لي كلوب تاعنا في لا كوب دافريك كيما يكونوا هذوما تما ما توافق. لا لا كي تكون باغ اكزومبل فيها كيما واش صاير ما بين رؤساء الانديه هذو لي سكوندال هذو كاع يمشوا في البيرو مورال. البيرو فينونسي هذاك باين هذاك واش دخل واش خرج واش صرفت ومن وليد هذا كاين كوميسار او كونت. جينيرالمون بيلون فينونسي قليل يعني في العالم وين يلقاو يعني ديترو ولا هكذا. ولكن المحاسبه في بيلون مورال اللي حنا الكارثه في الجزائر. بيلون مورال كما اخفاق الفريق الوطني في 2017 يتحسب في واسمو يتحسب في بيلون مورال. انت كي تشوف دو بريزيدون دو كلوب يتضاربوا يتسبوا في التلفزيون ويتسبوا في الجرائد كيف كيف. انت تشوف الفئات الصغرى هذه ما عندهاش وين تلعب كره القدم. انت كي تشوف عندك انت يا 1200 مليار سنتيم والدراري الصغار ما عندهمش وين يلعبوا والفئات الصغرى والله حتى الملاعب. بكري انت كنت تلعب كي كنت تلعب كادي كنت تلعب اون اوفرتور تاع المات سينيور سكي فيك الناس كي يجوا يشوفوا اليوسما يشوفوا يديكوفري وقت يديكوفري وقت الافلام ويشوفوا. ومن بعد انت لونترينور ما يقدرش يخبيك انت بين بيان سور بين روحك مع شاه. حنا دوك الدراري هذو راهم يلعبوا 8 جو ماتان يديك اسكورو تاع فرماج والجوار نتاع ناسيونال اون امورتي ما يعرفش يديروا يدي 120 مليون هذا الراتب الاخير هذو كاع تدخل في البيلو مورال. دوك من بعد انت لاسومبلي جينيرال سي يحوسوا على الانتيري تاع الفوتبول الجيريان حتى ولا كان البارح مشيت معاك اليوم ما نمشيش معاك راك خفقت. لا ما يديرهاش باسكو على بالو هذو سيدي كارييريست هذو عايشين بكره القدم في المحيط تاع كره القدم. كاين راك تعرفهم كاين ناس في الرابطات جهويه الرابطه تاع الوال في لا فيدراسيون في لا ليغ كاين اللي عندهم 40 سنه صح. 40 سنه 40 سنه هو في بوست يقدر يكون مسؤول غدوه متم يقولوا له تكون تولي بواب في لا ليغ يقبل بواب مي ليسونسيال يقعد في لا ليغ ما يبوجيش. هاوليك يعني مرض نتاع كره القدم في الجزائر ستادير قضيه رجال ماشي قضيه مال ولا قضيه ملاعب ما كاش ولا يقول لك حنا ما نقدروش نديرو كوب دافريك صح. انا معاك ما عندناش المنشآت ولكن كي تسقم 5 جويي وتسقم بليده وتسقم قسنطينه وتسقم عنابه اربعه كاتستاد كيما هادو لي زوتيل اللي كاين لي زوتوريت اللي كاين هذه ما نقدر لها. لا باسكو ما عندكش رجال اللي يعرفوا يدافعوا على الملف ديالك. عز الدين تعليقك على ما قاله الاستاذ في المختصر. تما انا كنت نتسائل تما باش انت توافق على 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 ما كاش واحد على ان بيلون اي باش توافق على ان بيلون تما كاين شروط واش لازم هذوك الشروط هذوك سوا فينونسي ومورا فينونسي باين كما قلت انت المصاريف اللي صرفتها من جبتها من دخلها هذاك ماهوش اشكال لكن في المورال واش هما النقاط. بالك كاين الناس اللي ما تعرفش الشروط وشنو هما اكزاكتومون باش توافق على هذه او تكلمنا على النقاط هذوما ابارامون كاين مشاكل كبيره في في كره القدم الجزائريه ومشاكل كبيره. نضيف لك برك شيء يعني غريب في كره القدم وفي التسيير وحتى في لا بوزيسيون ستادير كيف يقولوا بالعربيه الموقف نتاع الوزاره موقف نتاع الحكومه الدوله تصدر قانون 14330 تاع 27 سبتمبر 2014 وين يقول لك لازم كل الفيدراليات وكل الرابطات لازم تطبق القوانين نتاع لي ستاتو الجدد اللي لازم تمشي بهم وتتعامل بهم الفيدراليه والرابطات. عطاو لهم مهله سنه باش يطبقوا لا ميزون كونفورميتي دي ستاتو. رانا في 2017 ما داروش لا ميزون كونفورميتي ثلاث سنين واش داروا؟ داروا في 2015 جمعيه عامه داروا بعض نقاط زياده ولكن النقاط هذوك تاع من؟ نقاط تاع 2011 اللي جوستومون الدكري هذا احنا دائما نقعدوا روطار ايه الدكري هذا الدكري هذا الغاهم هما عاودوا ردوهم على حساب لي زانتيري تاعهم مصالح صافي دير باللي هنا
هادو لي ستاتو نو سون با فالابل اون زيو دو دوكري و لو دوكري شكون لي سينيه سينيه عبد الملك سلال هكذا كيفاه نتايا الاسبوع الماضي و 20 يوم من قبل بداو الجمعيات العامه نتاع الفيدراليه نتاع الاتحاديات نتاع نتاع السيكليزم الدراجات وكاع كل بالقوانين القديمه بلي ستاتو القدم وجازوا وصوتوا على لو بيلون مورال الفينونسي ايزون ايلو لور بريزيدون سي غراسي سي محمد هذوك كاع لي زاسومبلي نو سون با ليغال نتاع الرابطه البارح اللي ما عندهاش القوانين الجدد اني با فالابل اليوم لاسومبلي تاع لا فيدراسيون اليوم نورمالمون يجيها ان كومونيكي من المينيستير قال راك يا سي محمد راك اخترقت القانون لي 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 ريغلومون تاعك نو سون با اون كونفورميتي افيك لو دوكري محاسبه لا ما ديرهاش تلغيها دونك مازال ما درتش الاخر تاعك ستادير دوك الوزاره البوس بور فوار ستادير كوم بارتي سيفيل ولا قال نتاكي كون جوستيس ولا حتى رئيس الاتحاديه عندنا حتى رئيس الاتحاديه بعد العوده من متعاوده المنتخب الوطني من الكابون ما استعرفش بالنتائج اللي الوخيبه اللي حققها المنتخب الوطني او قدم حصيله سلبيه على ما حق المنتخب الوطني في هذه المشاركه استاذ لا قبيلة انا سمعته في التلفزيون باسكو تابعت مجريات الجمعيه كنت في بلاطو واحد اخر كنا اون ديريكت تابعته لا الخطره هذه اعترف باللي الدوله عاونته لكن النتائج والنتائج السلبيه اخفاق يعني في تاع 2017 ولكن كانت قبل الاعتراف تاعو ثاني قال لك باللي احنا فورمينا دي زونترينور فورمينا دي زاربيتر فورمينا هذيك درنا حوايج منشات واحد اخرين وكاع بصح انا نطرح له سؤال انت كي تفورمي دي زونترينور يقول لك درنا اونترينور كيما مادويد داكوب دافريك معليش الله يبارك درت شي في الوزاني راه مدرب ناجح في بالعباس درت بالعطوي حاجه والاخرين ورا والاخرين وراهم يخدموا مشوا مرا كيفاه حتى هادو ما تصيفهمش على المنتخبات الوطنيه هادو كاع هادو كاع تكونهم وما عندكش واحد حكم الفئه الصغرى تاع الفريق الوطني هادو كاع وانت لي زونترينور من نهار جيت من 2001 لدوك راك استهلكت 13 مدرب اجنبي كاع مع هذا سعد صافي دير التناقض هنا تفورمي باش تجيب لي زيترونجي لهنا عز الدين الحديث عن تكوين مدربين لكن في ارض الواقع ما راش نشوفوهم يخدموا خاصه في المنتخبات الوطنيه من الفئات الشبانيه حتى المنتخب الاول ما يخفالكش باستثناء رابح ساده ما يخفالكش باللي التكوين هذا ما عندوش بزاف من اللي بدا ولهذا نقول باللي دوك المدربين هذوما اللي راهم جدد ولا اللي راهم يتكونوا ما عندهمش الوقت الكافي باش يبرزوا روحهم انا نقول باللي سي دانيا وانا من بينهم انا من بينهم لانه كنت في التربوسه تاع التكوين تاع المدربين في الاونه الاخيره وين تحصلنا كامل على الشهادات دوك انا نقول باللي الوقت ما كانش كافي كانت نوعا ما روطار شويه لو كان تما من السابق كانوا داروا هاد التكوينات كنا في الميادين صح. لكن نقولوا في الاونه هذه هذا وين تخرجنا هذا وين تكملنا الاخر دوك المستقبل راهو لينا وان شاء الله نلقاو اعانات ونلقاو دعم باش احنا نفرضوا روحنا في 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 في, في, في الميادين كاين كفاءاتكم ان بون جوور 80% كي يعاود يدير لا ريكونفيرسيون يروح يولي اونترينور ينجح بون كاين اللي ما نجحوش كاين دو غرون جوار داروا اونترينور ما نجحوش بصح كيما حنا الغلطه الاولى اللي درناها حنايا كانت عندنا اون جينيراسيون اونور في 82 وفي 86 وفي 90 اللي حصاد اللي بلومي ماجار اسماء كبيره اسماء كبيره هذيك حنا رحنا للمونديال جينا نهار كبروا هاد الناس هادو حبسوا من الفريق الوطني شحال كانت تسقم لهم يعني الفيدراليه ولا الوزاره تاع الرياضه شحال يسقم لك واحد كيما بلومي ولا ماجار ولا ما يهمش شحال يسقم لك بور لا فورماسيون يسقم لك صح لو كان بعثنا هذوك الدفعات تاع 82 بعثوا واحد 10 ولا 12 يتعلم 86 نزيدهم
في كل بيريود تبعت لاخر تبع. الان ما عندناش ان ديفيسيت تاع لي زونطرينور ماشي ما عندناش ان ديفيسيت لو كون يديروا دو تري تري بون فورماسيون ان او نيفو دون لي غرون سونتر اوروبيان لو كون دوك حنا رانا نصدروا مدربين للفرق الوطنيه الاجنبيه صح. لكن يحدث العكس في البطوله الوطنيه وفي المنتخب الجزائري وفي كره القدم الجزائري التي اصبحت تستقطب مدربين اجانب للعمل في الجزائر. نبقى دائما في ما يخص الجمعيه العامه للفاف روروا الذي لم يلمح لا البقاء او الذهاب على راس العارضه من راس الفاف. استاذ روروا في كلامه وفي الجمعيه العامه ما قال لا نروح لا نريح فيه وعلاش يقول بعد النتائج وبعد الانتقادات بعد لا شوف يكون واش يكون شفت لاعب كبير مرا ميسي ولا كريستيانو رونالدو ولا ميم كيما يونطرينيش الخيل لونطرينور تاعو يخاف ما يدخلوش تيتولار فهمتني كيفاه راهو ماشي غير راهو تيتولار في لافاف راهو سوبر تيتولار كابيتان اكثر من الكابيتان علاه انا نستعرف به نعم انا نتحيلو علاه نتحيلو باسكو يتسمى ما لقاش المنافسه ايضا مش منافسه ماني نقول لك بارتير سيلو بارتير ماشي اسومبلي جينيرال حاشا اللي ما استاهلهاش ايوا الدنيا لو كالم بلا لتحتها يتسمى ماشي انا اللي راح نقول باللي راح نترشح يلا ليسي لو سوان لمن للجمعيه العامه ينوضوا ويصفقوا انت ما شفتهمش في الجمعيه العامه ولا شفتهم شفتهم ولا ما شفتهمش ارينا الصور يا شفت الصور نعم صور كرنفال في جهره نعم صور انا نقول لك كرنفال رشيد الخاصه كرنفال الجمعيه العامه ايضا رحب عز الدين رئيس الاتحاديه رحب بكل من اراد ترشح لانه لحد الان لم يتقدم اي واحد من الترشح كان الحديث عن زتشي كان الحديث عن مراد لحلو لكن لحد الان لم يقدم اي شخص الانتخابات وقتاش الانتخابات 20 في الشهر 20 في مارس 20 مارس بيقول شحال مازلنا 20 يوم مازال 20 20 يوم نعم 20 يوم مازال ما شفنا حتى واحد ما ترأس جو فو با شكون راح يجي يترأس بيسك ما كان حتى واحد ما شفناش ملفات ولا شفنا اشخاص قال لي اخي انا راني انتيريسي باش نحكم لا فيديراسيون عندي نعم. مشروع ويقدم المشروع كيما الانتخابات نعم. من قبل ما ينتخبوا يخرجوا للناس ويتكلموا ويديروا المشروع تاعهم باش الناس تعرف لكن انا دوك انت نعم. من المستحيل انك نعم. تجيب واحد كاين ايضا تكريمات على الدنيير مينوت تقول له فوالا راح نترشح للرئاسه وشكون ورينا واش راك حاب دير ولا ما كاش انا نقول المنافسه ما كاش عزدين صوره استاذ تكريمات رئيس الاتحاديه لكره القدم من قبل الاستاذ حداج وايضا براف كانت هذه تكريمات خاصه على هامش الجمعيه العامه للفاف انا نقول هذا يعني نقول برك يعني كلمه برك التكريمات تاع التكريمات تاع الاخفاق كلمة تاع إخفاق هذا يكرم فيه هذا الآخر راح طلوا لكوب دافريك ودار مهزلة دور الأول بلاعبين كيما هذا الآخر كرموه نتائج خيبة في الأولمبياد في الأولمبياد خيبة وسكوندال الناس واش هضروا الناس واش شوف يعني وين لحقنا هذه نقول لك حاجة لا فيدراسيون تاعنا حنا الحزب الأول بكري لفلان وقبل التعايش مع احزاب جديده لفلان دوك راهو ما راهوش وحده في الساحه كاين 30 ولا 40 نعم. حزب لافاف هذه سورتو هذه ما تقبل حتى واحد نعم. دار الزرب على روحه ماتونو بورسكي دي زيليكسيون علاش هو ما حبش يترشح حب الناس تدفعوا باش يترشح تدفعوا باش يترشح وباش يبقى باش يبقى وكانت هذه وان ديريكتوم وكيما قال لك عز الدين مازال 20 يوم نعم. 20 يوم ما تقدرش دير ملف والناس اللي هضر عليهم رئيس الفيدرالية هضر على ماجار هضر على زتشي هضر على سرار هضر على لحلو نعم. هذو قاع ما عندهمش قانون باش يترشحوا ما سرار ما عندوش وحدتين في فريق الوفاق صديق فوالا ما عندهمش نعم. هو ذكر نورمالمون انا يقول لك داروا دي تكست نتاع في لافيدراسيون هل هذه كانت مخدومه كما مخدومه سبحان الله العظيم هذا ضربوا باللي الناس هذا هما داروها على ثلاثة ولا أربع عباد منهم مجر عز الدين كانت قوانين هناك يعني أصدر قانون خاص بملف المترشح لعهدة لرئاسة الفاف كانت هناك قوانين عجز عنها الكثير أنا نمشي معك يدير لك بصح يا أخي دوك رانا في 2017
2017 هادو اللي راهم حابين يترشحوا هادو اللي راهم حابين يترشحوا يخرجوا للاعلام دوك راهم كاين كاين لي شان بريفي كاين الاخر يتكلم قال لك هذا القانون عزدين هو قدم له قانون او موا قال انا تبين روحك باللي انا راني حاب نكون فيوتشر بريزيدون تاع لا فيدراسيون. استاذ عزدين هناك رؤساء او هناك شخصيات رياضيات قدمت ما عندكش القانون لا ما تهضرش رئيس النادي الهاوي الهاوي لنصر حسين داي دار الدوسي ما يتقبلوهلوش علاه باسكو داروا له قانون ما يقدرش ما يقدرش لازم يكون اكسيونير ولا هو يكون رئيس نتاع النهد بروفيسيونيل اور لو نهد نو بو با لو مونداتي علاه باسكو راه ديجا هو ولكن غير هاد الاربع الاشخاص ولا خمس اشخاص ذكرتهم واحد اخرين عزدين ما كاش عزدين عندك هنا عندك قانون تاع الفيدراليه ولي كونديسيون ديليجيبيليتي تحوس على روح نفسك انت تحوس على نفسك هذا وقع تلقى أمو نقطة واحدة تمشي معك منعك باش تدخل نعم. هما خططوها تخطيط يعني مخيطة مليح حطوا شروط تعجيزية لكل من أراد الترشح لرئاسة الفرص خمس سنوات تاع لونسيانتي دون دون لا جيستيون لازم تكون مونبر تاع اما لا دون سكالا من ناحيه القانون المقرر من ناحيه القانون ما تفتحش اللجنه اما ما كان نتكلم ما تفتحش اللجنه شو انا نقول لك اللعبه مغلوق لكن هذا كان لا مغلوق دوك انت تروح للتلفزيون ولا تشكي في الجرايد والجريده واش دير لك لكن ما كان عليها اليوم ان يرحب الشيخ لازم 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 القوانين هادو لو كان داروا هذه تاع لي ستاتو نتاع المينيستير اللي داروا هذاك تقدر تحل بيه دير ضجه كومام دير ضجه بطل لا دير ضجه بالك الضجه هذيك اللي تخير يخرجوا قانون اقل لكن القانون يقول القانون فوق الجميع ما يقدرش والقانون فوق الضجه هذه تخلص والقانون هذا يحبس والملف هذا ولو دوسي لا ستادير لا كونفيكسيون هذاك تاع لو ستاتو لو نوفو ستاتو تاع لا فيدراسيون نتاع ليليجيبيليتي ولا تاع لا جيستيون من اولي لازم يجي رئيس جديد ومكتب فيدرالي جديد وجمعيه عامه جديده اللي تعاود تنظر فيه ثاني بار لا بريزونس نتاع لوتوريتي بوبليك المينيستير الوزاره لازم هابليك هما شوف قوانين تاع الحكومه ما طبقوهمش قولك زربوا كل شيء هكذا وانشاء لجنه خاصه بقبول الملفات للترشحات للجمعيه الفاف الجمعية الانتخابية المقررة يوم 20 مارس المقبل بحول الله. أيضا كان الحديث عن التدعيمات الخاصة بالفاف الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. تحدث أستاذ عن أنه الأموال التي تملكها الفاف هي من أموال الرعاة الرسميون للاتحادية المقدر ب 77% قريبا من مداخل الاتحادية. مداخل أنا هذوك المداخيل نقول لك مداخيل الجزائر هذوك فلوس تاع الجزائر وقال بأنه أصبحت مؤسسة مستقلة بارك الله فيك دار حاجة مليحة باللي راح حوس لي سبونسور ماشي كيما هذوك تاع لي بريزيدون تاع بكري يستنى في لا سوبونسيون هو ثاني ما نكرش تاع الوزارة الدولة ثاني راهي تمد لا ما داهمش عطاو له العامين الاخرين هذو قال لك سحقهم رياضات اخرى لا لا ما على بالناش شكون داهم لا ما شكيتش بلي عطاوهم رياضيات واحد اخرين ما شكيتش يكونوا بالك يسون بلوكي او نيفو دو مينيستير مي سي لارجون كي ابارتيان لا فاف هو دوك راوا جاب دراهم دبر راسو شاف كيفاه مشى الى ترافايي درنا انفستيغاسيون جاب دي فون بصح لي فون هذوك نتاع لا تيليفوني هذه تاع لي زوبيراتور هذا بكري كان جيزي ومن بعد ولا موبيليس وهذوك تاع من هذا انت تظن باللي شركه كيما موبيليس تعطيك 1200 مليار سنتيم بلا ما يجيها يعني لو فوفير من عند الدوله لا نعم. الشيطان نعم استاذ جنجل وفاصل ونعود لمواصله النقاش فيما يخص هذا الموضوع. نواصل الحديث فيما يخص الجمعيه العامه للفاف وايضا بعد قليل الحديث عن الجمعيه العامه الخاصه بالرابطه المحترفه حتى نعطي الوقت للحديث عن نتائج الجوله الرابطة المحترفة الأولى والثانية موبيليس التي كانت لعبت هذا الأسبوع. أيضا روراو تحدث عن منصب الكاف وترشحه من أجل الجزائر قال هكذا لأنه يريد تشريف الكرة الجزائرية في إفريقيا. هذا كلام آخر أستاذ. لا هذا من حقه ومن حق الجزائريين باش يدعموه يعني
احنا بكري كنا يقول لك الصحافه تنتقدني من ولي هنا ننتقدوك لان استاذ الانتقاد بناء ايجابي احنا ماشي لا بيرسون تاع راو راو ولا احنا ماذا بينا لافاف تكون تخدم مليح ليكيب ناسيونال مليحه الدراري يلعبوا ان دو النتائج ما تحدوش عنه بيان سور سي نورمال وحنا احنا انتقدناه واش فاش انتقدناه انتقدناه غير في لو كوتي تكنيك هذا ما كان لا ما عندنا مصلحه لا مع اي شخص لا الغلطه ديالو الكبيره نظن باللي ما دارش ديتيان تري فورت باسكو كلش كره القدم لازم لا ديتيان صحيح مانتونو هو عنده وان بوست راهو يضرب عليه في لاكاف حنا ماذا انا نكون قادر كيفاه نعاونو عندي صوت نفوت عليه بشر يدين بصح دوكا وعنده دو كونكورون تري تري بويسون تاع ليبيا وتاع المغرب حنا نهار 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 فات في اللجنه تاع الفيفا نعم وفي لاكاف فرحنا له كاين كاش جزائريين ما فرحش فرح ما كاش اللي ما كتبش عليها اسم الجزائر بيان سور ان شاء الله ينجح في ان شاء الله فيما يخص هذه النقطه الانتخابات يعني تاع الكاف راح تظهر يوم 15 مارس يعني خمس ايام قبل الانتخابات الخاصه بالفاف هل اذا فاز راوراوا بالمركز او منصب في الكاف سيكون هناك كلام اخر يوم الانتخابات الخاصه بالفاف صحيح هو المنصب هذا هو تكلم عليه وكما قلت لك احنا ثاني ككل جزائريين ماذا بينا يكون واحد من الجزائريين اللي مثل الكاف نقول بيسك احنا الزيليكسيون سي لو 20 دونك هذه تكون لو 15 الوغ انا نقول باللي لا فاز بالمنصب انا نقول بلي ما راحش يترشح للانتخابات الاخرى لكن الا ما كانش عنده الا ما ربحش منصب هنا بالك يترشح في الاونه الاخيره يترشح الترشح لازم 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 يقولوا ايه استاذ لازم يبوح به قبل 12 مارس يفو كيل سو ديكلار كونديدا افون ميم لي ريزولطا تاع لاكاف دونك بالك انا قبل ما حبش يديكلاري مقران انا نقول لك باللي بالك يكون قبل كيف كيفك تقول 12 ولي ديزيليكسيون لو 15 انا نقول باللي تكون عنده معلومات اسكو راح يكون عنده منصب ولا لا سا سرا ديفيسيل لي كوليس انا نعرفو مقران لا خطره شوف عزدين عندنا واحد العامين ولا ثلاثه حنا طحت علينا اون شاب دو بلون من لاكاف من عند حياته سمعت حياته ديرنا بين عينيه لا ماشي ديرنا غير بين عينيه حياته اي اون طران دو فولوار ا تو بري امبيشي راهو راهو دو سمعت صافي الاوينه الاخيره حياته ما راهوش في اون بوزيسيون مليحه خاصه الانتقاد الافريكان بزاف اللي سحبوا منه الثقه انا نقول هنا راح يميل للجزائر هنا وين يجو لك حياته اي مي دي اون فوا اون فوا واش راح يدير له حياته حياته اون فوا تاع الجزائر واش راح دير له؟ ما دير له والو يلعب الكواليس شوف حياته إلي سوتوني باش نقول لك مام بور لاكاف إلي سوتوني كاين هذاك الاخر كاين المغرب كاين تونس كاين مصر كاين بعد كاع بعد هذو كاع بعد عليه مي راهو راهو قلت لك هذه اون تران دو استادير إن مانتين لو سوسبانس هذه تاع لا ديكلاراسيون دو كونديداتور تاعو لافاف ديجا بالك حيله قال انا ما نديكلاريش باش باسكو انت الناس اللي راهم حابين يديكلاريو بلي راهم كونديدا راهم يستناو في لا ديسيزيون تاع راوراوا دوك ولا ترشح راوراوا ما عنده حتى حظ اي واحد يقدم ملف تاع وراوراوا راهو يطول صافي دير راهو يطول لهم او يطول لهم يتما راهم قاعدين شادين هكذا اسكو يجي اسكو ما يجيش فهمت كيفاه شتو نبوفو ديكوفونتاي اخر سؤال فيما يخص هذا الموضوع حتى نطويه نهائيا هل الاستقرار سيكون ايضا الحل فيما يخص الفاف خاصة أنه راهو قال المكتب الجديد للفاف سيواصل على نفس المنهاج اللي راهو عليه الحالي لا شوف كاين دي زيليكسيون يقدر يجي فيها رئيس جديد يجي بها بيرو فيدرال جديد هكذا انت راك رايح ما تقوليش واستمر بالعالم ديالي دوك ولا انت اللي تريح ومن حقك تريح حبيت تكمل هكذا انا نقول لك ما تكملش هكذا باسكو هكذا راك خفقت لا بوليتيك هذه ما باريوسي بلا بوليتيك تاع لو شوا هذا تاع لي جوار نتاع ايميغري
لازم تجيب لي لو بلوس، ما تجيبليش واحد يلعب في دوزيام ديفيزيون ولا يلعب في الحومه. وقال لك في 4 سنين هذه حققنا نتائج ما كانش واحد يمكن. لا ما حققتش اسمح لي، ما حققت والو باسكو تشوف النيفو تاع الشامبيون ناسيونال، تشوف النيفو تاع نتاع الدراري، تشوف واش حققت. رحت للمونديال، المونديال هذا بنيت سيدي موسى خلاص. دوك المونديال الالجيري نورمالمون فو ديباسي المونديال. صحيح. المونديال حنا دوك نحوسوا ماشي دوزيام تور، نحوسوا على الكارت فينال، نحوسوا على الدومي فينال. وانا بحث ايضا كاين كاش فيدراليه، كاين نقول لك كاين بالك كاين واحد 12 ولا 14 من فيدراليه في اوروبا ما عندهاش لي مويان اللي الجزائر عندها في ليكيب ناسيونال. نملك امكانيات كبيره لكن النتائج غائبه تماما، سواء في المنتخب الوطني أو على صعيد الأندية باستثناء اللقب الذي حققه فريق بفاق سطيف 2014 تتويج برابطة الأبطال ومشاركة نادي اتحاد العاصمة في نصف النهائي، نفس الشيء بالنسبة لفريق مولودية بجاية. وهذه كانت يعني بيناتنا أوروزمو حمار لعبة ترش كانت بين وبين. لا ولا هي الفيدرالية اللي قتلوا غير تلقاها هذه انت ما تديهاش في فريق بالك تخسر درهم اوروزمون اللي حمار الى يلو كورا جوي. والنتيجه كانت اون ريبيردي ان تيتر لالجيري اون ريبيردي ان تيتر. والنتيجه كانت في الاخير اضافه كاس رابطه ابطال افريقيا في سجل الكره الجزائريه فيما يخص الانديه. أن نتحدث بسرعه فقط عن الجمعيه العامه الخاصة بالرابطة المحترفة لكرة القدم التي انعقدت أمس والتي حضرها الزميل زكريا بن هباج. التصريح الأول الخاص بالمصادقة على التقرير المالي والأدبي، نستمع إلى هذه التصريحات. الرابطة تشتغل في إطار دائما بالتنسيق مع النوادي، كما تقول تعرف باللي النوادي كلها ممثلة في أو كاين 6 نوادي ممثلة في مكتب الرابطة، وبالتالي احنا كما قلت كلمت انا في القاعه قلت ان نشتغل دائما بشفافيه وبكل مصداقيه بكل ما عندناش حتى حاجه، دليل انه انتم الصحفيين حضرتوا الاشغال. يعني التقرير المالي والادبي ماهوش حاجه كبيره، ولا هذه مصاريف تاع اربيتراج، مصاريف تاع بروغراماسيون شامبيون، مصاريف تاع تلفزيون تاع الناس تقصد، ماهيش حاجه اللي الناس تقدر تتكلم فيها. ولا هذا دليل انه فيه مصداقيه وثقه متبادله بين النوادي والرابطه، لانه الرابطه موجوده لخدمه النوادي، فدائما في الاستعمال انشغالات النوادي. نتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا ونكونوا دائما تحت في خدمه هذه النوادي. نورمال، هذه نورمال، جميع عامه تجي نورمال صدقوا خلاص، ماهوش مشكل. راضيين من الاورغانيزاسيون تنظيم وحوايج اخرين، من التحكيم يعني في اخطاء تحكيميه نادره على الفريق تاعي اللي يعني تاثرنا بكثير باخطاء تحكيميه، وهذا السبب نهضروا دائما ما نقولوش من لجنه التنظيم، من الحكام يعني انا خطا قدر يكون ياثر على النتيجه، كما في بعض المقابلات احنا خسرناهم باخطاء تحكيميه. الجمعيه العامه كانت فيها يعني شفافيه، وكان يعني ولا احد يعني تدخل، كما يقولوا واحد الميزانيه الادبيه والاخرى يعني مرت يعني بالاجماع، ولهذا نظن باللي البعض يتكلم كثير يعني خارج القاعات ويترك يعني المكان المخصص للكلام اللي هو الجمعيه العامه. جو ميكسكوز ديجا او باي دي مومبر دو لاجي وين حضرت اون روتار، مي اون شوز سيرتان لادمينستراسيون لا ليغ قدموا يعني لو نومبر دو ليسونس، ايزون في لا كومباريزون تاع لا سيزون باسي والسنه سي لو بلان فينونسي كيف كانت لا جيستيون بارابور لا سيزون بريسيدونت وكل شيء. دونك او مو بوكو بليس او مو اداريه، ماشي حاجه خاصه يعني، وسمو بدليل انه الجمعيه العامه العاديه تاع الرابطه لو بريزيدون تاع غيديزاني لا دوموندي كونسيرنون باش يقلبوا لهم لي طهوا بوان، قال له من الصلاحيات تاع الجمعيه. هنا تفهم باللي الجمعيه العامه ما عندهاش صلاحيات، هي تسير غير البطوله اباس تاع لي دوني تاع لي رابور تاع لي زاربيط او لي كوميسير ماتش اللي يديروا لا جيستيون. كان هذه أيضا المصادقة بالإجماع على التقرير المالي والأدبي الخاص بالرابطة المحترفة لكرة القدم. عز الدين نفس الشيء تقريبا. لا شو نقول لك، لا مشاكل ولا محزنون فيها. أنا قلت لك بيسكالهم الكل والمام التصريحات تاعهم الكل راهم قال لك ثقة متبادلة. أنا نقول يا بقرباج راك تقوم بعمل كبير، يعطيك الصحة وبارك الله فيك، والرئاسة أنتم زكيتوا هذا الإنسان، غدوة ما نسمعكمش تتكلموا كلام آخر. أنا نقول له بيسك الكل راهو فرحان والكل راهو راضي، نقول له باللي راك تقوم بعمل كبير وبارك الله فيك، والبطولة راهي في أحسن الأوقات. أي والله
استاذ، انت استاذ الحديث كان داخل القاعة مصدقة بالإجماع، لكن خارج القاعة كان الكل ينتقد والكل هذه في أواني الأخيرة برك. الأواني الأخيرة الناس قاع كانت تشتم تشتم في الجرائد، تشتم في لاليغا، في لاليغ دو فوتبول، ورؤساء بيناتهم يقول لك قرباش دار هكذا ولجنة التحكيم دارت هكذا وما عندها شيء. لا مولي دبر راسه شغله، نعم خاصة صادق على الجانب المادي أيضا، ماشي يجيك أنت واحد المالي. يقول لك كاين انسجام ما بين الرابطة والفرق من هذا والتفاهم بين، وحنا كل سمانة نشوفوا لي سكوندار في الستاد ولي ديكلاراسيون تاع واش تعلق؟ واش نعلق؟ واش نقول؟ ماشي من با فيلم، فيلم هندو وبالك تقدر تأمنه واضحة كل الوضوح. لا يعني لا لا هاني يقول لك هذا والله العظيم أنا نحف لكم والله من الأندية هذو غير بالكين أربعة ولا خمسة رؤساء اللي على بالهم على ماش صادقوا قرأوا له رابور، يلا أخر غير يجي غير يرفدي يدهم على بالو شو صاير. عزدين كانت أيضا المطالبة من رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم لعنق عقلانية في المصاريف، يعني تقشف راح يمس كرة القدم الجزائرية، ما تصرفوش بزاف هكذا. اه نقول بلي هذه ماشي 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 صلاحيات على كل الانديه، هما اللي يتصرفوا في هذا الشيء والرؤساء هما اللي ديسيديو في هذا الشيء. ما تنجمش انت انك تحدد سالير ولا اموال اللي راح تصرفها ولا متعام. كل نادي وعنده خصوصيات، كل نادي وعنده الميزانيه تاعو، كاين اللي عنده ميزانيه كبيره وكاين من يجبل بالاموال، اللي ما عندوش هذاك الميزانيه هنا هذوك ما اللي تنجم تعاونهم. نعم مي الفرق اللي عندهم الميزانيه ما تنجمش تقول له انت واش دير ولا شحال تصرف ولا شحال ما تصرفش ولا كل فريق كيفاش يصرف. كاين فرق كبرى وكاين فرق اللي ما عندهاش ميزانيه، هذيك الفرق اللي ما عندهاش ميزانيه لا انتم لا تنجموا تعاونوهم، عاونوا هذه الفرق هذوما. هذا ما كان ايضا استاذ تحدث عن الانضباط اللي اعتبروه النقطه السوداء في كره القدم الجزائريه وفي البطوله الوطنيه، انضباط هذا فيما يخص اللاعبين رؤساء الانديه والانصار. شوف كل انضباط كي التقشف هذا اللي يهضر عليه على الميزانيه، هذو خصوصيات نتاع الفريق. انا نقول كلمه وموالف نقولها، الكره الجزائريه يعني الدواء تاعها باش تبرع الكره الجزائريه لازم الدوله ترفد المال تاعها وديرو في جيبها، ما تمدوش الكره القدم، ما تمدش الكره القدم. اللي يحب يكون محترف عندك دراهم ارواح، حبيت تشري كلوب جيب دراهمك، دير كيما اليوسما دير كيما الاخر، وما ديرش ثلاثه ولا اربع فرق قال انا هادو نعطيهم سوناطراك والاخرين ما تعطيهمش. لا تمد كاع للناس. نعم. سينو نحي لهم كاع. وهذا مشكل استاذ كان يطرحوه كل رؤساء الانديه كانوا يطرحوه من قبل. لا لا ما طرحتوش دوكا في الجمعيه. شو نورمالمون هذا ما يتطرحش كمشكل. الدوله تجبد روحها. انا ما نعطيكش الصوار ذا باش تمد 300 مليون للاعب. صح. مش معقول. صح. مش معقول. 300 مليون انا نعطيهم لك باش تطور الكره، باش تشري قطعه ارض، باش دير سونت فورماسيون، ما تخلصش جوار. صح. ولي بريزيدون دو كلوب اللي راهم يشكيو دوك يقول لك انا هذه ومن هذه، انت الدوله عطاتك دراهم، قالت لك يفو كونساكري 60-70% بور لا فورماسيون، بور لاشا باغ اكزومبل دو ماتيريال، ما على باليش واش غدير به. انت تمدهم كاع الجوار، على باسكو تحوس على ريزولتا ايميديا باش تقعد على الرئيس. دوك هذه تاع انضباط، الانضباط الثاني سي لو رول تاع لا ليغ، عاقبوا 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 لا فيولونس، عاقبوا يفو تروفي دي سوليسيون. هذه تاع الويكلو ويكلو 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 وراك رايح بها. لا وابليكينا الوا باينة الانضباط هذا لازم تضربوا يعرف ما تضربوا. لازم خاصة نشوفوا أشياء سلبية وشوية في البطولة سورتو في الآونة الأخيرة ما تشرفش. لا اسمع دوك الكارثة لو كان نتكلموا نقطة بنقطة ولا مشاكل كبار. دوك احنا كنا نتكلموا شوف في الأعوام اللي فاتوا إلى تشفى ولا الديسكور كاع في لي بلاطو ولا في الجرايد ولا في كنا نتكلموا على لافيونونس تاع لي سيبورتور. صح صح. دوكا تحولت دوك ولاو لي زاكتور هما اللي يديروا لافيونونس، لي سيبورتور راهم نورمال. صح. دوك ولاو لي زاكتور، انت لي بريزيدون يتهضروا كلام اللي ما المستوى اللي حبط بزاف. إيه. حبط بزاف المستوى. انت اللاعبين اللي ولاو ان كومبورتمون كاتاستروفيك في التيران امام الملأ كامل. انا نقول باللي يا اخي هاد الناس هذوما
il faut la sanction ضرب من حديد ضرب لا سون لازم تسانكسيونيه باش هنا لو رول تاع لا ليغ هنا لو رول تاع لا ليغ تهضر لي دراهم دراهم ما تهضرليش بصح هنا لا سانكسيون ضربوا حاجه كبيره حتى في الفرق يعني ما كاينش قانون داخلي صارم هما القانون الداخلي واش يقول لك يقول لك انا قانون داخلي يعطيك 3 ولا 4 نقط قال ما تجيش متاخر للتدريبات ما ديرش هذه ما دير 3 قانون داخلي تروح تشوف قانون داخلي نتاع الفرق المحترفه نتاع الصح فيها 250 ولا 300 نقطه صح قانون داخلي قانون نتاع الصح تدي بطاقه صفراء متعمده دير ان تاكل اللي ما لازمش ديرو في هذاك في المنطقه هذيك بعيده على الاخر كان كبيره وصغيره احنا لاعب اصبح ما يحبش ينقل الفريق المباراه واحده اخرى يا مقران نعطيك نقطه برك الشاو لونترينور يضر مع الجوار لونترينور بروفيسيونيل كان من احسن اللاعبين في الهجوم في الجزائر نهار يدير غلطه بولوغين قاعد تسب فيه بصح ما تريبونديش جامي ريبونديت علاه باسكو تي بروفيسيونيل حنا كاين لاعبين لعبوا في الفريق الوطني ما يتحملش الضغط يدور لي تريبون ويدير حاجه ماشي مليحه هذا علاه باسكو كون كاين قانون داخلي قال اتونسيون يفو سوبورتي لا بريسيون ميم يقولوا لك واش يقولوا لك تو ريبريزونت اون ريجون تو ريبريزونت ان كلوب ما تريبونديش للسوبورتور تريبوندي للسوبورتور تتعاقب يولي ما يديرهاش سمير كاين نقطة تكلم على القوانين كما قال لك كاين قانون داخلي ان جوار بروفيسيونيل لو كان يمرض بلا غريب برك يتسونكسيونا هذا مرض اي بورتو مرض يمرض بلا غريب قال انت اللي ما حضرتش روحك انت اللي بالك ما مشيت بالحفا بالك عريت روحك بالك شربت حاجة باردة انت دير غرامة مالية كبيرة قانون داخلي هذا نزيد نقولها لك قانون داخلي اللاعب يدير قريب 200 مليون الله يبارك ربي يزيد لهم كاع يدير تدريب نورمالمون تروح لدارك تفطر تفطر حاجه يعني روبا ديتيتيك دير نصيست هو يكمل لونترينمون يروح مع الديريجون اللي سيني معاه القانون الداخلي يروح البيتزيريا ياكل بيتزا بالشيدار الوغ كو الشيدار هذاك اللي كونسيريجان والديريجون هذاك ما يقول له والو انت تقول له ما كاينش منها ان شاء الله تطبق هذه القوانين وتعود كره القدم الجزائريه الى سابق عادها ويعود الاحتراف الى مكانته خاصه ونحن في الموسم 67 منذ دخول الكره الجزائريه لعالم الاحتراف. نعرج عن نتائج الجوله 21 للرابطه المحترفه الاولى لكن بعد هذا الجنجل. الحديث سيكون بعد أن نشاهد الجدول الكامل لنتائج هذه الجولة 21 الرابطة المحترفة الأولى. والبداية بمباراة القمة التي احتضنها ملعب 5 جويلية بين وفاق سطيف أو بين مولودية الجزائر وفاق سطيف والتي عرفت فوز هذا الأخير بهدفين مقابل هدف الوفاق الذي عزز صدارته في سلم ترتيب البطولة الوطنية بعد هذا الانتصار. تصريحات هذه المباراة التي حضرها الزميل معاد نمرودي. كان راقي جد راقي اليوم شفنا الشوط الاول تقريبا كان اللاعب جدو متكافئ مع مولودية الجزائر كانت لهم افضليه التسجيل التهديف الشوط الثاني كانت لدينا الحظ انه رجعنا في مع بدايه الشوط الثاني وقدرنا نسيطر تقريبا على المباراه بالطول والعرض كانت لدينا العديد من الفرص خاصه لما كنا في 10 لاعبين خذينا اونوبسيون على مولودية الجزائر لكن تبقى البطوله طويله وشاقه بطبيعه الحال امام رجوع بالعباس حتى مولودية الجزائر لفريق عنده امكانيات كبيره وفرديات يمكن تصنع الفارق في اي لحظه من الجولات على الدوري ان شاء الله احنا نكملوا بهذا المسير ان شاء الله لانه الفريق بدا يتحسن من جوله الى اخرى. الحمد لله اليوم لعبنا مع مولودية الجزائر اللي هما ثاني راهم في لاكورس عرفنا كيفاش نجيروا الماتش تاعنا سورتو دوزيام ميطون اللي جوار كامل يعني كانوا حابين يفوزوا بالمباراه وهذاك اللي كان والحمد لله درنا اليوم سورتو دوزيام ميطون كنا بيان بلاسي لعبنا مليح كنا
كما يقول لك لعبنا بالقلب والحمد لله للسوسيد جبنا لي 3 بوان. احنا على كل حال نظن قلت لك هذا ما ينقص يعني من القيمه والعزيمه تاع اللاعبين تاعنا اليوم. قلت لك الشيء اللي ربما اللي قلقنا اليوم هو لا تورنير دي ماتش تاع البينالتي. ابارتي دو لا نظن اون سورتي كاريمون دي ماتش فاس اون ايكيب لي موالفه كيما اون ايكيب كيما تريز اكسبيريمونتي عندها خبره كبيره وعندها الميتي عرفت قلت لك كيفاش يعني تستغل الهفوات تاعنا يعني وخطفوا ربما انتصار اللي ما كانوش ينتظروا فيه. نقول لك اني قائد في الفريق ومن حقي كيما نقول لك ندافع على حق الفريق دونك هذا ونطلبوا من لجنه التحكيم باش التحكيم يعاود يولي المستوى تاعو. شفنا ضربه جزاء خياليه بالحق وكانت السبب كيما نقول لك في النتيجه تاع اليوم. ما نبانليش عابد شارف برغم ان نحترمه بزاف ولكن ضربه جزاء خياليه. نعم الحديث عن هذا اللقاء معك عز الدين رحم القمه حسمها وفاق ستيف بهدفين مقابل هدف. والله ليسونسيال دوك بوندون لاريفي تاع مادوي انا نقول باللي النتائج تحسنت وراه يحسن في نتائج ايجابيه كبيره في الاونه الاخيره. انا نقول باللي عودت وفاق ستيف في الواجهه. انا نقول باللي المباراه كانت قويه كان كل فريق عنده شوط. الشوط الاول كان مولودية الجزائر الشوط الثاني كان وفاق ستيف. انا نقول وفاق ستيف تغلب على مولودية الجزائر خاصة من ناحية تسيير المباراة. أنا نقول باللي مولود الجزائر ما عرفوش يسيروا المباراة. ماشي باشر اللاعبين لأنه على بالك مباراة كرة قدم فيها كما نقولوا نتكلموا على التسيير تاع إدارة وتسيير حتى مباراة تعرف لازم كيفاش تسيرها. ما تعرفش كيفاش تسيرها تخرج من المباراة. اليوم شفنا باللي فريق مولود الجزائر في الشوط الأول من دار شوط أول كبير. صح. لكن شوط في نفس النسق كانوا كل اللاعبين وين داروا ان بريسينغ او سور لا ديفونس تاع وفاق ستيف. لكن من المستحيل انك اللاعب هذا ما تعرفش تسير لي زيفور تاعك. ولهذا شفنا اون دوزيام ميتون تراجع اون دوزيام ميتون نشوفوا باللي نقولوا باللي وفاق ستيف لا من الناحيه البدنيه مولد الجزائري النهار. وين شفنا الفريق هذا نقول باللي لي جوار اللي داروا لا ديفيرونس في المباراه هذه هو وسط ميدان تاع وفاق ستيف. وسط ميدان تاع مولودية الجزائر كان بعيد. شوف لي دو بيت كيفاش تسجلوا سي دي ميليو تيران هما اللي داروا لا ديفيرونس وهما اللي كانوا وراء الاهداف. انا نقول كذلك المساحات تركوها كبير بزاف. انا نقول باللي فريق مولودية الجزائر نورمالمون سي فري كو اون بريمير ميتون كي بدا لحقت انت على 20 دقيقه 23 دقيقه سجلت الهدف راك تلعب مع وفاق ستيف. هنا لازم تعرف كيفاش تهدم اللعب وتحتفظ بالكره وخلي وفاق ستيف هو اللي يخرج. نعم. ماشي انت تقعد بوندون 45 مينوت وانت تدير ان بريسينغ وين لاعبين نهار اون دوزيام ميتون شفنا لا ديفيرونس. وما تنساش باللي فريق مولودية الجزائر عنده لاعبين شبان اللي ما عندهمش المنافسه في رجليهم على غير رشيتا منصوري. ولهذا نقول انا باللي وفاق ستيف عرف من ناحية التكتيكية عرف كيفاش يسير المباراة ولهذا صنع الفارق في الشوط الثاني ودا الشوط الثاني في المستوى وحقق نقاط ثمينة 3 جعلته في المركز الأول ب 38 نقطة خلفه أو في المركز الثاني اتحاد بالعباس الذي حقق أيضا الأهم في هذه الجولة وفاز بهدف مقابل 0 أمام شباب قسنطينة. شباب اتحاد بالعباس راه جاي خفية من نو اللي تما عنده استقرار ملي بدا يامن بالقدرات ديالو الفريق بالعباس بقى في الاستقرار خاصة صديق. منذ مرحلة العودة منذ مرحلة العودة كيما فريق ستيف. نعم. فريق ستيف في لالي احنا قلنا كاع ما يوليش سورتو الاقصاء ديالو في الاخر قلنا بالك ما يوليش ولكن كي تشوفوا من بعد ثاني ستيف كي ولات من نهار عاود ولا مادوي داو 13 نقطة سور 15. نعم سور 15 داو 13 بوان. نعم. بالعباس ما نقدرش نقول لك سي لا سوربريز لا ماشي يعني مفاجأة. نعم. ولكن بالعباس وين يحسموا الاخر النقط بزاف في على الميدان تاعو. نعم ما يضيعش يعني كي يكون عندك فريق عنده ميدان تاعو يلعب فيه ينجح. نعم وفريق اتحاد العاصمة هو الآخر العائد بقوة في هذه الجولة حقق الفوز الثاني على التوالي وأصبح في المرتبة الثالثة برصيد 34 نقطة رقة الجار مولودية الجزائر الفوز أمام المدية بـ3 مقابل هدف. عز الدين أنا نقول بلي فريق اتحاد العاصمة خرج من المنعرج الخطير اللي كان فيه وين مومون دوني تخلوا دوت الفريق هذا وين
في الآونة الأخيرة سواء من ناحية النتائج أو من ناحية الأداء، اللي ما كل ما شفنا الأداء تاعو نقص بزاف فرابور في بداية الموسم. أنا نقول باللي فريق اتحاد العاصمة عاود ولا السكة وين ثبت روحه، وين المباراة تاعو شباب بالوزداد اللي من ناحية المعنوية رجعته للسكة، ولا بروف ولو أنه لقى صعوبات خاصة في الشوط الأول اللي كان رجل المباراة هو زماموش اللي ينقذ الفريق من عدة أهداف، لكن نقولوا بلي فريق اتحاد العاصمة عرف كيفاش يسير المباراة، وعرف ماهوش بالسهل أنك تفوز في مدية خاصة أرضية الميدان واعرة شوية بالنسبة للاعبين، لكن نقول لك بلي داروا الأهم وعودوا ولاو للسكة، وراح يكون لهم شأن كبير في المباريات اللي راهم جايين في المباريات المقبلة، والتنافس أصبح كبير خاصة بعد عودة فريق اتحاد العاصمة إلى المواجهة والتنافس على اللقب. نتحدث بسرعة عن نتائج أو عن الجولة 22 للرابطة المحترفة الثانية بعد هذا الجدول. الجولة كانت في صالح فريق نادي بارادو الذي عززا الريادة أستاذ بعد الفوز الثمين الذي عاد به من بسكرة. خاصة من بسكرة. نعم. يعني سيتان ماتش سي بوان. تسمى بالفوز هذا يتسمى تقدر تقول إلى إليميني ديجا أن بوتنسيال كونكورون بيان كو عنده أون أفونس أسي كونفورتابل. يعني لا بارادو فريق شاب، فريق جميل، يلعب كرة نظيفة. ونزيد نقول لك يعني 100% ضمن يعني الصعود ديالو. ضمن 100% الصعود. نعم. ان شاء الله برك العام الجاي كي يطلع في الناسيونال اون يبقى ان شاء الله في نفس الفورم. لا يتم ثم بعد ثم يولي كلام اخر، يولي كلام اخر، ولكن يقدر يقول كلمه ديالو. انا واش حابين نقول لك، لو كان عندنا واحد 8 ولا 9 فرق اللي يلعبوا كره كيما هي يطلع النيفو تاعنا. نعم. والنتائج المتبقيه من هذه الجوله كانت على النحو التالي في هذا الجدول. دينا رشيد يشير لي أنه ما زالت دقيقة وثلاثين ثانية بسرعة فقط فيما يخص هذه النتائج كاملة. عودة اتحاد البوليدة وشبيبة بجاية أيضا إلى المركز الثاني. أمام بسكرة نقول لك لو كان فاز بالمباراة هذه أمام باراتو راح يكون في مرتبة مريحة. أنا نقول باللي المركز الثاني والثالث كاين بزاف فرق اللي راهي تتنافس عليها. كاين شباب بجيايا اللي عاودت ولات الواجهة، البليدة كيف كيف مع مدرب جديد اللي راهو يقوم راهو يجيب نتائج إيجابية. أنا أقول لك كاين شباب بجيايا بليدة وبالسكرة، كذلك سكيكدا اللي عاودوا ولاو الواجهة. كاين هذو الربع فرق اللي راح زوج منهم راح يترشحوا. والتنافس أيضا كبير في الرابطة المحترفة الثانية، والجولات المقبلة هي التي ستكون مصيرية فيما يخص العديد من الفرق سواء التي تتنافس على الصعود أو التي تلعب من أجل البقاء. وصلنا إلى الختام أستاذ، شكرا كثيرا لك الحضور معنا والحديث عن كثير من هذه التفاصيل والنقاط. الله يسلمك. في فرص أخرى إن شاء الله نشوفك. إن شاء الله. عزدين أيضا شكرا لك على هذه التفاصيل. أعطيك صحة ومقارنة تعرف اليوم فادنا كثير كثير بالحوار تاعو، تعلمنا منه وزين مقارنة معروف مقارنة. أعطيك صحة سمير وكذلك مقارنة وكل متتبعين إن شاء الله الحصة هذه إن شاء الله. شكرا لك عز الدين، شكرا أستاذ مقران، شكرا للفرقة التي عملت معي هذه الحصة، الفرقة القسم الرياضي وأيضا قسم الإخراج الذي نشكره كثيرا على هذه المجهودات. شكرا لكم جمهورنا الرياضي على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي في فرص أخرى بحول الله.